السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. صاحبة ليكيب الفرنسية بدر الدين بوعناني قرر اللعب لمنتخب الجزائر. قد تم استدعاء بوعناني من طرف المدرب جمال بالماضي لمباراة النيجر. بوعناني كان ينظر له على أنه أقوى لاعب جيله. بوعناني شديد التعلق بالجزائر بلد أصوله. بوعناني معجب برياض محرز وهو مثاله. انضمام بوعناني لمنتخب الجزائر لن يكون مفاجأة في الوقت الراهن، لكن ستتذكر هذا القرار بعد سنوات قليلة. أما الصحفي سعيد فلاك، نعم بدر الدين بوعناني اختار المنتخب الجزائري. لاعب نيس الفرنسي أعطى كلمته للناخب الوطني جمال بالماضي بالالتحاق بالمنتخب الوطني قريبا. اللاعب كان يريد التريث لبعض الشهور قبل حسم مستقبله الدولي، لكن رغبة والده في رؤية ابنه يحمل القميص الوطني الجزائري صنعت الفارق وغيرت كل شيء. اتصال بالماضي ببوعناني وإعطائه ضمانات بأنه سيكون ضمن مخططاته المستقبلية أقنعت اللاعب أكثر. بوعناني بعث للفاف كل الأوراق اللازمة لبدء عملية تغيير جنسيته الرياضية لدى الفيفا. بوعناني قد يكون حاضرا في التربص القادم إن تم تغيير جنسيته الرياضية قبل نهاية الأسبوع الحالي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.